بسم الله الرحمن الرحيم. تأملوا معي هذه الغيوم أيها الأحبة، كم يبلغ وزن هذه الغيوم؟ بما أن الغيوم ترتفع في الهواء قد نظنها خفيفة جدا، وكان الناس في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يظنون أن هذه الغيوم لا وزن لها وأن الهواء ليس له وزن أصلا، ولكن القرآن أخبرنا بالحقيقة التي كشفها العلماء في العصر الحديث. تبين أيها الأحبة كل غيمة من هذه الغيوم الصغيرة فيها ملايين الأطنان من الكيلوغرامات، ملايين الأطنان، تصوروا في كل غيمة واحدة فقط. لذلك يقرر العلماء حقيقة هي أن هذه الغيوم ثقيلة جدا جدا وأثقل مما نتصور. الله عز وجل ماذا قال في القرآن العظيم؟ قال: وينشئ السحاب الثقال. سبحان الله، من أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن هذه السحب ثقيلة جدا في زمن لم يكن أحد يعتقد أصلا أن لها وزن؟ والله هذه الآية تشهد على صدق هذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم.